جيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم
أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق من هذا كلامه سبحانك ربي وبحمدك استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة في هذه الليلة الرمضانية في ليلة من ليالي هذا الشهر العظيم المبارك
أسأل الله سبحانه وتعالى ببركات هذا الشهر أن يرفع عنا الوباء والبلاء، إنه نعم المولى ونعم النصير. استمعنا إلى هذه التلاوة من الصديق والأخ والحبيب الشيخ محمد شبانة. شرفتنا يا شيخ محمد شبانة. الله يكرمك يا شيخ أحمد. يا رب، أخبارك إيه؟ والله بخير الحمد لله. تمام الحمد لله. الحمد لله بخير والله. ربنا يشرح صدرك. اللهم أمين. نحن وإياك يا رب. أخي وصديقي وزميلي في درب الدعوة إلى الله الدكتور عاشور محمد أبو العلا. دكتور عاشور كيف حالك؟ الحمد لله سيدنا. أخبارك وأخبار غزوة بدر؟ استمعنا إلى التلاوة المباركة من أخونا الشيخ محمد شبانة، ويتكلم وجاء مباشرة عن قول الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. الآية دي حاجة كده روعة كده، بتقول لك مهما كنت ضعيف ففيه قوي، ومهما كنت ذليل ففيه المعز سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فسبحانه من إله قادر عظيم لا تحيط به الظنون، بقدرته التحرك والسكون. تعالى الله خالق كل شيء مقدره إلى وقت يكون. إذا ما فزت منه بالتجلي فكل شدائد الدنيا تهون. الله الله. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال من السماء لهدي الخلق صلى الله عليه وسلم، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق صلى الله عليه وسلم. استمعنا لمولانا فضيلة الشيخ محمد وهو يقرأ قول الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذه الآية يا شيخنا الكريم ذكرت في سورة آل عمران في إطار الحديث عن غزوة أحد. يا سلام. يعني الإطار الذي يتكلم عنه القرآن هنا يتكلم عن غزوة أحد. وعلماءنا دائما يقولون لكي تفهم الآية القرآنية فهما صحيحا لابد من مراعاة ثلاث سياقات. السياق الأول السباق، الآيات اللي قبل الآية دي في القرآن بتتكلم عن إيه؟ في ارتباط. نعم. السياق الثاني اللحاق، الآيات التي بعدها عن ماذا تتحدث. السياق الثالث السياق، الموضوع الذي ذكرت فيه الآية سباقا ولحاقا. سابقة ولاحقة عليها. نعم. وسياقها الآية. وسياق. يبقى سابق لاحق سياق. الله. الموضوع كلية. وده بيعطينا ملمح مهم جدا. لكي يفهم كتاب الله تعالى فهما صحيحا لابد من الإلمام بالموضوع كله، بالصورة كلها، بالإطار كله، حتى لا يأخذ أحد آية فيفهمها فهما مخطئا ويكون من باب قول الله تعالى: ولا تقربوا الصلاة. الله أكبر. ليه؟ لأنه انتزع الآية من سياقها. سيدنا ابن عطية يقول لنا في كتاب ربنا، يقول: كتاب الله عز وجل لو نزعت منه كلمة واحدة ثم أدير لسان العرب على أن يوجد مثلها أو أحسن منها لم يستطع ولن يستطيع أن يوجد مثلها أو أحسن منها. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لا يأتون بمثل، ما يعرفوش يجيبوا حاجة زيه خالص. سبحان من هذا كلامه. فهذه الآية كانت تسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام على كتب التراث يا سيدنا الشيخ. وكأن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تهاب أحدا في أحد، والذي نصرك في بدر وأنتم ضعفاء وأنتم قلة ولم تكونوا مستعدين، قادر على أن ينصرك في أحد وفي غيرها من الغزوات. أما هو كان في هزيمة في أحد. نعم. الصحابة ما سمعوش كلام سيدنا. ما هو ما سمعوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بس الآية بتبين أن الله عز وجل كما نصرك في بدر سينصرك فيما بعدها من غزوات. طب الهزيمة جات لي في أحد. جت في أحد لمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم سترك يا رب. وده اللي ما حصلش في بدر. سمعوا اعملوا حاضر. بدر كان الانضباط بكامل معاييره. سيدي. انضباط كامل. غزوة بدر يا شيخنا الكريم تسمى غزوة بدر الكبرى. الكبرى ليه؟ لأن كان في غزوة اسمها غزوة سفوان كانت تسمى غزوة بدر الأولى. وعشان بعض الناس يقول لك هناك شبهة بتصار حوالين غزوة بدر. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم سبب الخروج أنه نقلت له الاستخبارات أن عيرا من قريش خرجت قافلة قافلة من قريش خرجت محملة بألف بعير. الألف بعير دي
ممتلئة بضاعة بضاعة وفلوس وبتاع وأموال، حتى قال العلماء كانت تقدر هذه الألف بعير بخمسين ألف دينار ذهبي. ده اقتصاد دول في هذا الوقت. نعم ثروة كبيرة. وطبعا المسلمون لما أخرجوا من مكة إلى المدينة أخرجوا ولم يخرجوا بإرادتهم، أخذت أموالهم وديارهم. يعني بالبلد كده يا سيدنا الشيخ عاشور. نعم. التجارة دي بفلوس مين؟ بفلوس المسلمين. يعني ما طلعش قاطع طريق عليهم صلى الله عليه وسلم. لا ده في حاجة كمان. إيه؟ حتى يعني لأن بعض الناس يقول لك فلوسك واتخذت منك تاخدها بسرقة. دي مش سرقة. نقول له لا دي مش سرقة. ليه مش سرقة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو والصحب الكرام صلى الله عليه وسلم أو لما أخرجوا تم السطو على ديارهم وعلى أموالهم. وما قصة صهيب الرومي ببعيد؟ انت جئت انا ما فيش ملك كلنا على ملك فاعطاهم ما قال لهم في الحته الفلانيه المكان الفلاني. نعم. في المكان في الروح خدوه. سيدنا عبد الله بن جحش وكان كفيفا داره لما خرج سطع عليها المشركون وتعششت فيها الاتربه، ولما دخلها ابو سفيان وراى ما آلت اليه قال وكل دار وان طالت سلامتها حتما سيدركه النكباء والحوض. الله الله. فإذا هم سطوا على أموال المسلمين. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن لا يفعل معهم هذا لو لم يبدأوا بالشر. الله. لأنه لم يكن من هديه أن يرد الإساءة بالإساءة. هو مين اللي بدأ بالشر في غزوة بدر؟ هم اللي بدأوا. ليه بقى؟ المشركون هم الذين بدأوا. لأن الكتب بتقول لما هاجر رسول الله وأصحابه قريش لم تسكت. كان هناك سطو على المدينة وكان هناك محاولات لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هم اصلا مسكتوش. حاولوا ان هم يروحوا المدينه ويعكروا الجو راحوا. هناك ده راحوا بالفعل راحوا. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الا من رجل يحرسني. فكان هناك كتيبه قبل نزول قول الله والله يعصمك من الناس صلى الله عليه وسلم حبيبي. فكانت هناك كتيبه تحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسهم سعد بن معاذ. وما ساريه الحرس عنا ببعيد. نعم. في 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 ادعي ربنا يرجعنا تاني ونزور سيدنا النبي تاني ونقعد في الروضه تاني والعمود بتاع ساريه الحرس. نعم. ما ليست عنا. اكمل سيدنا اكمل. فهو اذا به صلى الله عليه وسلم كانوا يعني يفعلون يكملون بعمليات استنزافية للمسلمين لدرجة أنهم حاولوا قتلهم صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة وكان هناك من يحرسه. وكان الصحابة يبيتون والسلاح في أحضانه. كانوا بيتبادلوا على حراسة سيدنا النبي وهم أنفسهم كانوا يخشون على أنفسهم. لا يبيت أحدهم في بيته إلا والسلاح بين يديه مخافة من أن يغتاله أحد. الله أكبر. وغزوة حصلت قبل بدر مباشرة. إن كرز ابن خالد الفهري جاء إلى اللي هي صفوان جاء إلى المدينة واعتدى على أماكن تخزين الطعام للمسلمين. الله. واعتدى على أماكن أكرمك الله لمواشي المسلمين فأخذ مواشي المسلمين. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم استيقظ هو والصحابة وخرج في إسر هؤلاء في 70 من الصحابة اللي هي غزوة بدر الأولى اللي هي الأولى. نعم. ولم يدركهم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذن رسول الله لم يبدأ هم الذين الله اعتدوا. الله الله. الأمر الله الثاني الله. قريش بهذه التصرفات الحمقاء والرعناء أصبح ما بينهم وبين المسلمين أصبحوا محاربين. ليس هناك عهد، هناك حرب بينك وبينهم. زي حرب الاستنزاف بالضبط من 67 ل 73 حرب استنزاف. حرب استنزاف. اللي تعرف تفعله في العدو فعله. تدمر إيلات. تكون بعمليات داخل إسرائيل أو على الحدود. افعل ما تستطيع أن تفعله. هذا ما كان يفعله رسول الله بعد أن بدأت قريش بالاعتداء على النبي وصحبه في المدينة. الله أكبر. حتى يفهم الناس اللي بعض الناس يقول لك إزاي النبي بالصحابة يخرجهم يقطعوا الطريق على قافلة وياخدوا القافلة. نقول لهم لا، ده كانوا محاربين، كانوا محاربين وهم الذين بدأوا والبادي أظلم. الله الله. وإحنا عندنا في الإسلام في فارق بين المعاهد وبين المحارب. وبعدين هنا سيدنا العير أبو سفيان كان ناصح شوي. ناصح شويتين. وصلوا الخبر يا سيدنا أن سيدنا النبي طلع فلت بالعير بتاعته. غير خلينا نعترف بحاجة، يعني أبو سفيان دلوقتي كان مشرك. كان على شركه. إلا أنه هو شغل دماغه. صحيح. احنا بصراحة خليني اقول لك ببساطة كده، انت الواحد بيبقى مبسوط جدا لما يقرأ في التاريخ ويلاقي واحد بيشغل دماغه. صحيح. لانه انت احنا الاسلام بيديك حرية لعقلك
والقلبك انه يشتغل جدا. ابو سفيان شغل دماغه، قال لك هو راح لفين في الطريق ده؟ طب انا هسلك طريق تاني. افلت بالعير. ايه اللي حصل بعد كده؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج، علم ان عيرا لقريش خرجت الى الشام، قال للصحابه هذه اموال قريش او هذه عير قريش، يعني قافله قريش، فيها اموالكم، اموالكم شو التعبير، مش فيها اموالهم، الله اكبر، فيها اموالكم، ايوه، فخرجوا اليها لعل الله ينفلكموها، يعني يعطيها لكم نافله، يرجعها لكم او يرد اليكم حقكم. الله اكبر. سيدنا بس انا اسف، انا احنا خدنا حته كده ايه وطلعنا جري من عليها، اللي هي ال 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 السابق واللاحق والسياق. نعم. ولقد نصركم الله ببدر وانتم عزيز، وقلت لنا كده وتعلمنا كده ان الايه دي ما نزلتش في غزوه بدر. نعم. ده الايه دي نزلت بعد غزوه بدر، ده قول المفسرين. ماشي. هي نزلت في غزوه احد. نعم. فربنا بيفكرهم. نعم. هو احنا في المناسبه الحلوه دي ما ينفعش نقول يا رب انت نصرت سيدنا النبي في غزوه بدر. نعم. ودي كانت في رمضان، فيا رب بنصرك لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انصرنا على الإرهاب اللي عمال بيستنزف في قدراتنا. نعم. وخيرة شبابنا. نعم. وانصرنا على فيروس كورونا ده اللي احنا مش عارفين نتحرك ونروح ونيجي والناس يعرفوا يأكلوا ويشربوا منه. يا شيخنا الكريم، ليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى، سابقا لاحقا ليس لنا إلا الله، في السابق واللاحق والسياق ليس لنا إلا الله، في القبل والحالي والبعد نستلهم معونته من معيته لرسول الله. الله أكبر، الله أكبر، نستلهم معونته من كل مكروه. يعني ينفع أن أنا أقول يا رب، يا رب بنصرك لسيدنا النبي بدري كده انصرنا يا رب. نعم. وارفع الوباء ده يا رب رحمة بالضعفاء، لأنه حقيقة. نعم. إحنا في ضرر كبير جدا، اقتصاد العالم كله مش عندنا، اقتصاد العالم كله. وبعدين بيني وبينك بصراحة كده، المساجد وحشتنا والله يا سيد، والله العظيم وحشتنا. يا شيخ شبان، المسجد وحشك جدا طبعا؟ صحيح وحش الناس كلها والله، وحشك كده الوقوف في المحراب، المسجد وبيته كل تقيم والله. الله أكبر. يعني من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. معلق بالمساجد، ولما قالوا كأنه وضع قلبه في قنديل وعلق القنديل في ساري أو في عمود. عندنا روايتين في الحديث ده يا سيدنا الدكتور عاشور. نعم. ورجل قلبه معلق بالمساجد. نعم. يعني هو بيحب الايه؟ المساجد. والرواية التانية اللي انت حضرتك شرحتها دلوقتي، معلق في المساجد. ورجل قلبه معلق في المساجد، في المساجد. فكأن قلبك في أنديل، والأنديل ده متعلق فين؟ في المساجد يا سيدي. يا صحيح يا سيدي. سيدنا أبو سفيان، فمناش إلا ربنا. نعم. ليس لنا إلا الله. يعني أمهات اللي بيسمعوني دلوقتي وآبائي. نعم. والناس الطيبين اللي بيسمعوني دلوقتي يدعوا ربنا كده أن ربنا يرفع الوباء كده. نعم. ببركات نصر ربنا سيدنا. وإحنا بنتكلم عن الغزو، هيتبين لنا أن من أسباب النصر. أيوة. القوية. أيوة. الدعاء. إزاي الكلام ده؟ الدعاء. ما هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وإحنا بنتكلم قبل ما ادخل في الدعاء، اقول الحركه قلت يعني ذكاء سيدنا ابو سفيان الاول في انه كيف افلت بالعير. سيدنا ابو سفيان رضي الله عنه وارضاه لانه اسلم بعد كده. نعم. كان ذكيا. نعم. وفي بالمناسبه يا شيخنا، الكبير في العرب لم يكن كبيرا من فراغ. الناس دي كانت ناس دماغها حلو قوي. نعم. يعني مش مستحيل الفطره بتاعتهم. الله أكبر. مستحيل تجد كبيرا لقبيله او كبيرا في قومه وهو صغير على الحقيقه. لا يحدث، مستحيل كبير يبقى كبير. الناس دي كان عندهم عادات وتقاليد برضه، كبير يبقى عقلا، احسنهم تصرفا، يسمعوا له، اكرمهم مالا، اوسعهم صدرا وحلما. في اليات وادوات توفرت فيه جعلته كبيرا. مش معنى قلت اوسعهم صبرا وحلما، صبرا يعني اقصد ان هو لا يستوعبهم. ده حتى خلفوا بعد منه، جم بعد منه ماشيين على نفس الخط. شعرت مين؟ شعرت سيدنا معاويه. شعرت معاويه. اكثرهم حلما. نعم. نعم. تفضل. سيدنا ابو سفيان طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم عالم بخروج العير لان فيه استخبارات بفضل الله. نعم. ايضا ابو سفيان له استخبارات. ليه؟ لان ده بيجسد لنا المعنى اللي انا قلته في الاول، ان دول محاربين، فطالما انا ليا عدو لا اغفل عنه، انا منتبه ولي عيون بترقب كل حركاته وسكناته. ليه؟ حتى اذا بداني اكون مستعد، او حتى افاجئه قبل ان يبداني. فاذا بسيدنا ابو سفيان لما النبي صلى الله عليه وسلم فلتت منه العير، فانتظره عائدا من الشام، وارسل سيدنا طلحه بن عبيد الله وسعيد بن زيد ليروا الخبر، فراوا سيدنا ابو سفيان هو مقبل. ابو سفيان حس ان الاجواء غير طبيعيه، والعيون بتقول له ان الطرق ملبده، فعمل ايه؟ ترك القافله وتحرك وحده، وذهب قريبا من بدر، فوجد شيخا من العرب يسمى مجدي بن عمرو الجهني، وقال له: هل مر هنا جيش او جاء احد
أو شعرت باضطراب في المنطقة؟ قال لا، إلا أنني رأيت راكبين نزل خلف هذا التل. فذهب أبو سفيان اللي هم سيدنا طلحة سيدنا سعيد بن زيد. أيوة كانوا راكبين الاثنين جملين، وطبعا أناخوا البعيرين فشربت البعير وجلست فترة أكرمك الله. فلما ذهب وجد البعرة إخراجات البعير فأمسكها بيديه وفتها فوجد فيها النوى، فعرف ان هي منين، فعرف انها اعلاف المدينه. من المدينه؟ من المدينه. يبقى الموضوع في ان، يبقى في ان، يبقى في ان. هو شك ولم يتاكد، وطالما هو شك يبقى لازم يغير الطريق. فغير الطريق الرئيسي من مكه، من الشام الى مكه، وسلك طريق هو السلام. اخذ بالاسلم. بالاسلم الاكبر. النبي يعلمك انك في حياتك خذ بالاسلم دائما. نعم. ما تبنيش على الـ 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 الامور اللي ممكن الضرر فيها. هو أبو سفيان يعلم تماما إن المال اللي معاه ده هو مال المسلمين في الأصل، يعلم هذا، هو عارف ده ومتأكد من ده. نعم. لكن هو يقدر قدر عقل المسلمين وتفكير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فغير مسار ده بعد النظر بقى. عنده بعد نظر وعنده فهم الفقه المآلات. فسلك طريق الساحل. وكمان تأكد بعد ذلك إن فعلا رسول الله وأصحابه ينتظرونه في الطريق. فأرسل، انتخب رجل وقال له انت تروح لأهل مكة تقول لهم ان محمد في كارثة وأصحابه ينتظرون العير. وشوف انتقى مين بقى. انتقى واحد اسمه ضمضم. أيوة. ابن عامر الغفاري. شمعنا هو ضمضم ده كان مصيبة. ليه بقى؟ لأنه لما راح ما راحش بقى كده مهندم، خلع هدومه، خلع ملابسه. أيوة. وشق ملابسه. أيوة. أيوة. وحول الرحل. أيوة. بتاع الجمل. عاوز يقولهم انه في مصيبه. كناية عن ايه؟ كناية عن ان محمد واصحابه باغتونا وكده يقتلوننا. كناية عن ان المصيبه كبيره جدا. كبيره جدا. وقطع انف البعير. تخيل حضرتك بقى ده داخل على اهل مكه. قطع انف البعير. فالدماء تنزف من وجه البعير. كناية عن انه في كارثه. وهو قد شق ملابسه وحول رحله، معناه ان كان في محاوله لاغتياله هو. واخذ ينادي على قريش اللطيمة اللطيمة. واللطيمة هو الجمل المحمل بالبضاعة. الغوث الغوث، لقد اعترض القافلة. الحقونا الحقونا الحقونا، الدنيا خربت، لقد اعترض محمد وأصحابه القافلة. أيوة. هنا قريش نشطت جميعا من عقال وقالوا أيظن محمد أن تكون هذه السرية كسرية عامر بن الحضرمي؟ ودي سرية النبي صلى الله عليه وسلم كان كتل فيها عمرو بن الحضرمي للمشركين، وأسر فيها اثنين من المشركين. فهم قالوا الموضوع ده مش هيتكرر تاني. احنا خسرنا قبل كده لمحمد تجارة وقتل عمرو الحضرمي، لن يحدث هذا مرة ثانية. فإذا بهم خرجوا جميعا. الرواية تقول يا سيدنا إن من لم يستطع منهم الخروج أرسل بديلا عنه، يبعت حد من ضمنهم أبو لهب لم يخرج وأرسل رجلا بدلا منه. وخرجت قريش عن بكرة أبيه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وصلته الأخبار. طبعا ربنا بيقول وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. في الأساس الصحابة خارجين ليه؟ ما خارجين عشان خاطر العير. راحوا ينتظروا العير، أفلتت العير. مش كده بس، ده لقوا أبو جهل قبحه الله جاء بجيش عرمرم عداده 1300 وجاي ناحية المدينة، وبقى قريب جدا المدينة بقى في بدر. طب النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي إذا رجع هو من معهم غير مستعدين، موارد ان ابو جهل ده يدخل بالجيش اللي معاه المدينه، فما ينفعش نرجع. لكن هل سيقطع رسول الله في هذا الامر وحده؟ استشار الصحابه. وبالمناسبه يا شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابه في الغزوه دي 4 مرات، يعني مش مره واحده، مع انه القائد الاعلى. يعني القرار اللي هو هيقوله يستشير فيه. هيسمعوا له لكنه استشاره. الاستشاره يا شيخنا مش عامل رائع. ليه؟ لانك لا تنفرد بعقلك وحدك ولا الله بفهمك وحدك. الله. إنما تستأنس بعقول من حولك وبأفهامهم. الله. فلربما خفي عليك شيء وضح لبعضهم. وده اللي حصل لما سألهم على مكان النزول صلى الله عليه وسلم. ننزل هنا. المرة الأولى قبل أن يخرج لقطع الطريق على العير في أول الأمر. فوافقوا. المرة الثانية لما أفلتت العير القافلة وسيواجه قريش في حرب ضروس، أشيروا علي أيها الناس. فقام المهاجرون وقال أبو بكر وأحسن، يعني يا رسول الله نحن معك، امضي لما أمرك الله، لن يتخلف منا رجل واحد. وقام عمر فقال وأحسن، وهو مهاجري أيضا. وقام المقداد بن عمرو وقال يا رسول امضي لما أمرك ربك.
فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، سلام، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. الله أكبر، الله أكبر. ثم قال يا رسول الله والله لو خضت بنا بحرا لخضناه معك، ولو ذهبت بنا إلى برك الغماد لذهبنا معك، هو مكاننا بعيد، يعني إحنا نروح معك، معك 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 في أي حتة، إحنا معك معك صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هنا رسول الله كرر الطلب الاستشارة مرة أخرى، قال أيها الناس أشيروا علي، وكأنه يقصد واحدا بعينه، يقصد شخصا بعينه، مجموعة مجموعة بعينه، يقصد فصيلا. أصل الثلاثة اللي تكلموا دول منين؟ من المهاجرين. أيوة. وعايز مين بقى؟ حد بالأنصار بقى. أيوة، الناس اللي إحنا رحنا ضيوف عندهم. أيوة يا سيدي. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس، وهذا من حصافته ومن ذكائه، سلام، صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إداريا حكيما، يعلمك. نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأروع في العبقرية في كل ميادين الحياة. لم تكتحل عين الوجود بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أيها الناس أشيروا علي. الله. انظر إلى ذكاء الأنصار. فقال سعد بن معاذ لكأنك تريدنا يا رسول الله. حبيبي يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال أجل. أجل بالآخر. قال أجل. نعم. فإذا بسيدنا سعد، قال يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وعلمنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على هذا عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض لما أمرك الله يا رسول الله، فوالله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا، وسوف يريك الله منا ما يسرك، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء. الله 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 الله. في رواية تانية بقى كلامها جميل قوي، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يا رسول الله صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت. إيه التسليم ده؟ واترك من أموالنا ما شئت، والذي تأخذ أحب إلينا من الذي تترك. الله الله الله. فوالله لو خط بنا بحرا لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، فامض على بركة الله. الله. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير، ثم قال سيروا وأبشروا بما يسركم وكأني أرى مصارع القوم. الله أكبر. دي التفاؤل بقى. الله. النبي صلى الله عليه وسلم في عز المعمعة، الضغط النفسي، الضغط النفسي، يقول لهم أنا أرى مصارع القوم، أنا شايف أن إحنا هننتصر وهنا يقتل فلان وفلان وفلان وفلان، من رحم الظلام يولد النور. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فإذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي حاجة يا سيدنا جميلة جدا، طب ليه النبي طلب رأي الأنصار بالذات؟ شمعنا؟ شمعنا الأنصار؟ أولا لأن الأنصار في بيعة العقبة الأولى والثانية كان الاتفاق بينهم وبين رسول الله أنهم يقاتلوا مع رسول الله داخل المدينة صلى الله عليه وسلم، وليس خارج المدينة صلى الله عليه وسلم. يقاتلوا معه فين؟ داخل المدينة. إذن القتال في بدر ده هم غير مطالبين به صلى الله عليه وسلم، غير مطالبين به صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم أشيروا علي، يريد رأيهم هم. الله. والعجيب يا سيدنا أن الغزوة دي عدد المسلمين فيها 313، تخيل عدد الأنصار كام؟ كام؟ المهاجرين 82 فقط. آه. الأنصار بينقسموا الاثنين، أوس وخزرج. الأوس 61. الخزرج 170. عدد أكبر. يعني العدد الأكبر. الله. لا يخش به النبي، لازم ياخد رأيه. ولازم وكمان مش مطلوب منهم. الله. وهذا الله. من حصافته وبعد رأيه. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سيدنا الشيخ شبانة بتحب سيدنا النبي؟ صلى الله عليه وسلم. ومن فينا لا يحب رسول الله؟ اللهم صل وسلم. ما عندكش حاجة تسمعها لنا عن سيدنا النبي كده؟ أو أي حاجة تسمعها لنا؟ وتكون العنوان بتاع المقطوع اللي انت هتسمعها لنا دلوقتي في حب رسول الله صلوات الله وسلامه، صلوات الله وسلامه عليه. تفضل يا سيدنا الشيخ شمال. وفى ربيع يا سيدي، وفى ربيع فمرحبا، الله الله، فمرحبا بهلاله، قد أقبل الإسعاد في إقباله. ده سيدنا عليه الصلاة والسلام. شهر به سعد الزمان،
شهر به سعد الزمان، فحقه أن يزدهي شرفا على أمثاله، ما ازدانت الأعياد إلا أنها جمعت لزينتها بديع جماله. لما بدا في الأفق نور محمد صلوات الله وسلامه عليه، لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله، نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. صلى الله عليه وسلم. صلى إيه الحلاوة دي والجمال ده يا شيخ شبانة. سيدنا الدكتور المبارك، أنت حركت في قلبي ما كان يسكن فيه من حب هذا التاريخ العظيم. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع بحكمته أن يوازن في الأمر وأن يأخذ الموافقة من المهاجرين والأنصار على ملاقاة هؤلاء الذين جاءوا وأصروا على اللقاء. يعني أبو جهل عليه من الله ما يستحق، قالوا له عم العير فلتت خلاص تعال نروح. والأخنس ابن شريق قال لهم أنا أرى إن إحنا جايين ليه؟ قالوا عشان العير. قالوا هالعير روحت راحت مكة، يبقى نرجع. دي طلعت فاق وقال لا، لازم نشرب خمر ولازم الجواري ترقص ولازم نحيي والعرب كلها تسمع بينا. أهو العالم كله سمع بيه، مش العرب بس سمعت بيه. فجعلناهم أحاديث. الله أكبر. ومزقناهم كل من الله أكبر سبحانه وتعالى. وده درس لينا ودرس لكل متكبر طاغي، إن الكبر عاقبته وخيمة. ما الذي حدا بأبي جهل أن يقول هذا؟ إنه الكبر. أبو سفيان نفسه وكان عاقلا لما أرسل ضمضم ولما أفلت بالعير أرسل إليهم أن ارجعوا خلاص، ما فيش داعي. لأنهم يقدرون قيمة أنهم أيضا سيقاتلون أقاربهم وأنهم سيعرضون أنفسهم للهلكة. أما هذا فكان أرعى وحق له أن يكون أبا جهل. صحيح. وأن يقول رسول الله في حقه إنه فرعون هذه الأمة. أبو جهل لما أفلتت العير وأرسل أبو سفيان أن ارجعه أصر. قام الأخنس بن شريك وقال لا داعي، تجارتنا سلمت فلا داعي للخروج. والأخنس لما قال هذا غضب أبو جهل، لكن الأخنس بكلمته وكان رجلا عاقلا عادت معه بنو الأخنس دخل في الإسلام بعد ذلك آه. عادت معه بنو زهرة وكان حليفا لهم وكان رئيسا لهم. فلما عادوا معه عاد 300 فبقي 1000 حتى يقول المؤرخون إن بني زهرة كانوا يغبطون ويحسدون بعد ذلك على الموقف ده بالتحديد، على موقف الأخنس ويفتخرون بعقله وبحصافة رأيه لما رأوا ما حل بأبي جهل ومن معه ومن واصلوا المسير لأرض المعركة. احنا بنقول للمشاهد ان ابو جهل هو اسمه عمرو بن هشام. نعم. هو هم دايما كان عندهم القاب وكنا يطلقونها على انفسهم. اللي هو عمرو بن هشام اسمه عمرو بن هشام وكنيته ابو جهل. ابو جهل. والعجيب ان كنيته عند المشركين ابو الحكم. ابو الحكم ما كانش عنده خالص اي حكم، لم تشم انفه رائحه خالص حكمة. والله سبحان الله سبحان الله. كان ارعى حتى قال لابد ان نرد بدرا ايوه ونقيم بها ثلاثا وننحر الجزور نبح الجمال. الكبر ده يعمل ايه في البيت يا سيدنا لو زوج وزوجه وفي كبر بينهم؟ يعمل ايه؟ يضيع العلاقات، يهدم الاسره. يعمل ايه فيه؟ يفتت الاسره. يقول علماؤنا لا كرامه بين الزوجين ولا بين حبيبين. فما ينفعش اقول لزوجتي ما ينفعش انا اعمل كده وحضرتك تعمل. اذا وجدت الحساسيه بين الزوج وزوجته انهدمت العلاقه الاسريه. بيفهموا حته لا كرامه دي غلط. لا كرامة بينهما. الله عز وجل قال واحدة.
نعم هي كرامة واحدة. أيوة لا هي كرامة واحدة. يعني ما نقسمهاش نصين. لا هي كرامة واحدة. قال الله تعالى في حق المؤمنين. يعني إذا كان المؤمنون في العلاقة العامة. قال الله في حقهم أذلة على المؤمنين. الله الله. عزة على الكافرين. الله الله. فبالك بأخص أخص العلاقات بين المؤمنين الزوجة. قوية جدا اللي هو الميثاق الغليظ. الميثاق الغليظ. كيف تأخذون قد أفضى بعضكم إلى بعض أخذنا منكم. ميثاقا غليظا. سمى ربنا العقد الزوجي ميثاق غليظ. نعم. فإذا كان المؤمنون بصورة عامة. يتعامل بعضهم مع بعض بذل بخفض جناح بليل بانكسار. ابليس اللي ودفستي ده ايه؟ الكبر. انا الكبر اللي هي الانا دي استحضر ذاته. قال له انا خير منه ولو احسن لاستحضر فضل الله عليه. الله اكبر. لو احسن لاستحضر فضل الله عليه لكنه استحضر ذاته. فالتواضع تواضع بتاع سيدنا النبي هنا صلى الله عليه وسلم. بدا يستشير الناس كلهم. احنا ذكرنا يا شيخنا ان النبي استشار قبل الغزوه قبل الخروج لملقات الخروج اصلا. نعم. واستشار لما افلتت القافله ووجد نفسه امام صدام حقيقي عسكري مع ابي جهل ومع اهل مكه. استشار ايضا في الموقع والموقف الذي ينزل فيه جيش المسلمين ده الاستشاره الثالثه. واستشار بعد ذلك في اثار بدر. بالنسبه للموقف النبي صلى الله عليه وسلم لما صار بالصحابه نزل في بدر مكان يسمى بدرا. هو اسمه بدر ليه؟ العلماء قالوا اسمه بدر لان يوجد به ابار. الابار دي حفرها رجل يسمى بدر. وقيل لان البدر كان اذا ملأ السماء المكان واتم في الليله الرابع عشر يملأ هذه الابار فسميت بدر. وكانت اكثر من بئر. نبينا صلى الله عليه وسلم لما نزل بالجيش نزل عند اول بئر اللي هو اقرب للمدينه. وترك بينه وبين العدو أكثر من بئر. ألا ترى اتفاقا بين أمرين في غاية الخطورة؟ نعم. بين استقبال أهل المدينة لسيدنا النبي بالنشيد المعروف طلع البدر عليه، وبين اسم هذه الغزوة وهي فعلا البدر اللي بعده النور بتاع الإسلام انتشر في كل مكان. ده حقيقي. ألا ترى اتفاقا بين الأمرين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البدر الذي أنار الدنيا بعد أن أظلمها. هو ده اللي احنا عايزين نوصل. صلى الله عليه وسلم هو البدر والنور والضياء الذي أضاء الدنيا بعد ما أظلمت. صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. وكانت أولى بواكير انتصاراته وملء الإسلام ربوع الدنيا بغزوة بدر. فالقسم المشترك النور الذي بدد الظلمات في كل بين أكبر. رسول الله وبين غزوة بدر. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا دكتور عاشور، احنا بنقول ان من الدروس الحلوة قوي اللي انا وحضرتك وسيدنا الشيخ شبانة والمشاهدين الفضلاء اللي بيشاركونا الليلة النورانية دي والليلة الحلوة دي، ان في دروس حلوة قوي احنا استفدناها. وحضرتك قلت لي من شوية انه كان من اعظم الدروس درس الدعاء. نعم. وده اللي أنا عايز أتكلم مع حضرتك فيه، علشان والدتي ووالدتك وجدي وجدك وناس طبيل بيسمعونا، وإحنا إحنا فعلا في وباء. إحنا محتاجين الدعاء. إحنا في وباء ومحتاجين الدعاء. نعم. فاسمح لي والشيخ شبانة يسمح لي إن إحنا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نعود علشان نتكلم عن الدرس ده. نعم. ونمتع المشاهدين بهذا الأمر العظيم. نعم. مشاهدي الكرام، فاصل صغير جدا وأرجع لحضراتكم مع ضيفي الكريمين في هذه الليلة الرمضانية المباركة القرآنية النبوية، والحديث عن غزوة بدر والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فاصل وألقاكم بعده إن شاء الله. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، وبرحب بضيوفي الكرام الدكتور عاشور محمد ابو العلا. يا مرحبا شيخ عاشور. والصديق والحبيب والزميل الشيخ محمد شبانه. اهلا بك يا شيخ. حياكم الله. حياكم الله. سيدنا دكتور عاشور، احنا بنقول ان من الدروس الحلوه قوي اللي بنتعلمها دلوقتي في ظل الاجواء اللي احنا فيها وعلى مر التاريخ، انه النبي عليه الصلاه والسلام دعا كثير قوي في غزوه بدر. صلى الله عليه وسلم. ليه؟ صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأمور كلها بيد الله. الله عز وجل. الله. وهذا قمة التوكل. الله. إن الإنسان يستنفد كل أسبابه. وقبل استنفاد الأسباب وأثناء استنفاد الأسباب وبعد استنفاد الأسباب يكون متصل برب الأسباب. الله. يعني إحنا بنركنش إلى. لا نركن إلى الأسباب فقط. الأسباب. بل نأخذ بالأسباب. متوكلين على رب الأسباب. مستلهمين الأسباب. منه النصر. الله الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله كثيرا في هذه الغزوة. حتى إنه صلى الله عليه وسلم
الغزوة حدثت يا شيخنا يوم الجمعة، في ليلة الجمعة الليلة كاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثناء المعركة كان صلى الله عليه وسلم في عريشه وهو المكان الذي أعد له يلح على الله في الدعاء. الله، اللهم أنجز لي ما وعدتني. نعم. اللهم نصرك الذي وعدت. الله، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إن قريشا أقبلت بكبرها وفخرها تحادك وتكذب رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم فنصرك الذي وعدتني. الله الله. اللهم أحنهم الغداة، أهلكم الغداة اليوم صلى الله عليه وسلم. حتى إنه صلى الله عليه وسلم من شدة دعائه انكشف إبطيه وسقط الرداء من على كتفيه صلى الله عليه وسلم. فإذا بسيدنا أبي بكر يقول له هون على نفسك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعد، يعني كان كثير الدعاء، كثير الدعاء. تعرف يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هدأ متى؟ متى؟ ظل يدعو إلى أن استجيب دعاؤه فورا. الله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدأ إلا عندما قال يا أبا بكر أبشر لقد رأيت جبريل قادما على فرسه وفي ثناياه النقع ومعه الملائكة. الله أكبر. يعني تحقق دعاؤه. أنا عايز أهدأ صلى الله عليه وسلم. عايز أرجع وراء حتة صغيرة قوي. صلى الله عليه وسلم. اللي ظل يدعو حتى استجاب الله له. صلى الله عليه وسلم. ده ممكن يحصل؟ طبعا. معانا؟ طبعا معانا. معانا ممكن. معانا ومع ما من أحد قصد الله إلا أجاب الله دعاءه. الله عز وجل يقول يا شيخنا في سورة خصوصا في رمضان. أي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، في أي سورة؟ في سورة البقرة. ذكرت في أي إطار؟ احنا لسه بنتكلم عن السياق والسباق واللحاق. السياق. قبلها آيات صيام، بعدها آيات صيام. صيام. الله. فكأن الله يقول ادعوني وأنتم صائمون فدعاؤكم مجاب في التو والحال. سيدنا الشيخ شبانة حبيبي يا مولانا، تفضل يا سيدنا. جاء الدور عليك، ورأينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يلح على الله بالدعاء صلى الله عليه وسلم. هل أسمعتنا دعاء ونحن نؤمن خلفك مستعينين بالله، وإحنا واخدين الدرس ده من دعاء سيدنا النبي في غزوة بدر، وإنه ببركة الدعاء ده ربنا يرفع الوباء عنا ويحفظ بلدنا كده إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الذي صليت عليه قبل أن يصلي عليه أحد من العالمين، وشرفت الصلاة بالصلاة عليه فأسعدت من صلى عليه من المخلوقين، وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين، وبيده الكريمتين من الشاربين، وبسنته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إلهنا أطعناك فشكرتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا. اللهم فاقبل توبتنا وامح حوبتنا واغفر ذلتنا وقض ديوننا واجمع على الهدى شؤوننا واشف مريضنا وارحم ميتنا واحفظ مصرنا وارحم شهداءنا. اللهم سدد ألسنتنا وتقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا، واعتق من النار رقابنا
ورقاب آبائنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجب دعوتنا وسدد ألسنتنا وارحم في الدنيا غربتنا وفي القبور وحشتنا وثبت تحت التراب حجتنا وارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك. اللهم ارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. نجنا من الهم والغم والكرب العظيم، ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. كما نسألك يا ربنا أن تغفر لنا الذنوب، اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، اغفر لنا الذنوب التي تمنع غيث السماء، اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا مجيب النداء، يا مجيب الرجاء، لا رب سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، وإلى من نتوجه وأنت صاحب الكرم والجود. ومن الذي نسأل وأنت الرب المعبود؟ إلهنا هل في الوجود رب سواك فيدعى، أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى، وهل من حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى؟ اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وبكى علينا الحبيب وآيس منا الطبيب. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق وبلغت التراقي وقيل من راق. إليك يا ربنا يومئذ المساق، اجعل مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين 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 آمين. اللهم تقبل، اللهم تقبل يا رب. جزاك الله خير يا شيخ محمد، الله يبارك لك، قبل الله منا ومنكم إن شاء الله. سيدنا دكتور عاشور، ترى أنه الدعاء له أثر طيب؟ وسيدنا النبي فعل هذا، كان يبالغ حتى أن سيدنا أبو بكر أشفق على سيدنا النبي، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الدعاء قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد ذلك في الأرض. ده من شدة الدعاء بقى، واليقين قوي قوي في الله. لا تتركنا يعني اعمل اللي عليك، نعم، والجأ إلى الله بالإيه، نعم،
يعني احنا بنوصي برضو اخواننا دلوقتي ده مش يدعو فقط يا سيدنا ده ورد في الزهد الامام احمد ان الله يحب الملحين في الدعاء. الملحين الملحين في الدعاء يعني خليك ملح. نعم سيدنا سفيان يقول ما وجدت مثلا للمؤمن الا رجلا على خشبه في البحر وهو لا يجيد السباح وسيدركه الموت لا محال. يعني انت زي الرجل اللي على اللوح الخشب ده في البحر يقول يا رب يا رب يا رب لعله ان ينجيه الله دايما. ولذلك قالوا ايه بعض الناس يقول لك انا ادعي ليه انا ذنوب كتير ابو. يقول الصالحون لا يمنعنك ذنبك من الدعاء الله فان الله استجاب دعاء شر الخلق ابليس. ابليس حين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين. سيبني لحد يوم القيامة خلاص خد اللي انت عايزه. نعم يا سيدي ده اعجب من هذا يا شيخنا في دنيا الناس لو اني سالت احدا من اصدقائي واحدا من الناس ترابا او اكثر من مره يمل ولو سئل الناس التراب التراب لاوشكوا اذا قيل هاتوا ان يملوا ويمنع الله ده الناس الناس. طب رب الناس ان الله. لم تساله في البخاري في الادب المفرد يغضب. من لم يسال الله يغضب عليه. الله اكبر تخيل يعني ترك الدعاء في حد ذاته ذنب. كون الانسان لا يرفع كف الضراعه ويطرح آماله وآماله بين يدي الله يبقى موزن ربنا يغضب عليه. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. خد بال حضرتك فول الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن كان الكاس يقول عن دعائي هنا العلماء قال سمى الله الدعاء عبادة لأنه عبادة لأنه عبادة. الله ليس الله الله بشير الدعاء هو العبادة. الله في رواية الدعاء مخ العبادة فمهم إن الناس تدعو الله عز وجل والآية بالذات فيها أسرار. إذا سألك عباد في كل القرآن يا شيخنا ما سئل الله ما سئل رسول الله عن إلا شيء إلا جاءت الإجابة من الله مسبوكة بقول قل قل. يسألونك عن الخمر قل أي يا محمد يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير قل يا محمد. يسألونك عن المحيض قل هو أذن. يسألونك عن القتال قل إلا في هذه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير إلا الآية دي لوحدها ما فيهاش قل. يسأل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما فيش واسطة لم يقل قل ما فيش واسطة ما فيش واسطة ما فيش واسطة أطلاقا خالص عبادة. الله الله الأبواب مفتوحة وذلك سيدنا عمر كان يقول إيه رضي الله عنه ورضاه كان يقول أنا لا أحمل هم الإجابة. نحن لا نحمل هم الدعاء الإجابة لا نحمل هم الإجابة بل نحمل هم الإيه هم الدعاء لأن الله وعد بالإجابة. الله الله ابن القيم بيقول إيه يا شيخنا في الكلام ده يقول إيه الفرق بين إن فلان ربنا بيستجيب له إذا دعا وفلان إذا دعا الله لا يستجيب له أو إيه الفرق بين إنك أنت لو دعيت في دعوة بيستجاب لك وأحيانا في وقت آخر تدعو فلا يستجاب لك إيه الفرق بين هذا وذاك؟ إيه الفرق؟ قال الدعاء هناك قلب يكون مجمع على الله مجمع على الله مجمع على الله وخاشع وعنده يقين بالإجابة ويبكي ويتزلل ويدعو بحرقة كما كان يدعو رسول الله اللهم إن تهلك هذه العصابة هناك صدق في اللجوء إلى الله. قال هذا كحال الوتر مع السهم. السهم لما بيوضع في وتر اللي هو الخيط اللي بيشد بيوضع فيه سهم. قال السهم هذا هو القلب إذا الوتر هذا هو القلب إذا كان الوتر الوتر مرتخيا ورمينا السهم يقع فيه قدامك تحت رجليك قدامك. طب إذا كان الوتر مشدودا مشدودا ودفعت السهم يصل إلى هدفه وإلى مرماه. الله 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 كذلك الله. إذا كان القلب مجمعا على الله موقنا بالإجابة تصل الدعوة إلى الله وتأتي الإجابة في التو والحال. الله فمطالب من السادة المشاهدين المشاهدين في هذا الوقت وفي هذا الظرف وإحنا في بلاء وفي كرب إن الناس تصدق في اللجوء إلى الله. الله أكبر ونلح في الدعاء مرة واثنين وثلاثة وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الله فلا كاشف له إلا هو. الله إحنا الله حاليا يقولوا ما فيش عقاقير حاليا ما فيش مصر لسه 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 مسافه طويل. ما هو لا ما اصل علشان يكون فيها سيدنا معك سنه وشهر معك 13 شهر اذا لا باب لنا الا باب الله عز وجل. الله لانه نلجا الى الله ما احنا شايفينه بعينينا نلجا الى الله عز وجل هو القادر على ان يزيل ما نزل بنا ناخذ بالاسباب نعم ونلجا الى مسبب الاسباب سبحانه وتعالى. الاطفال يدعون الامهات تدعو الرجال يدعون نكثر من الالحاح فلو دعونا الله عز وجل كشف عنا ما نزل بنا من ضر وده من الدروس المهمة جدا لنتعلمها من غزوة بدر إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله كثيرا وألح على الله إلى أن جاء النصر من الله عز وجل.
سيدنا الدروس العظيمة في غزوة بدر الكبرى هي كانت في رمضان. نعم. كانوا صايمين. نعم كانوا صايمين. كانوا صايمين. كانوا صايمين، كانت في 17 من رمضان. 17 رمضان. نعم. وانطلقت بدأت المعركة بعد صلاة الظهر. بعد الظهر. في عز الصيام. وفي حرارة مكة الشديدة. واللي يقول لك الصيام بيضيع المجهود والبتاع. الصيام يقوي المناعة، يقوي الإرادة. صوم وتصح. صوم وتصح. إذا زاد الإيمان يا شيخنا بيقولوا إيه؟ إذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الله. إذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إنسان مؤمن عنده شحنة إيمانية، متقي لله، مناعته قوية، إرادته قوية، إذا لا يقف أمامه أحد، لن يقف أمامه شيء، لن يقف أمامه شيء. سبحانك يا رب. فدي درس إن انتصارات المسلمين، معظم انتصارات المسلمين كانت في رمضان. إحنا في الدرس الماضي كنا نتكلم في العاشر من رمضان. نعم. وحدث في 73 ليس ببعيد. مو ليست عنا مش بنتكلم عن 1400 سنة ولا حاجة. وحدث هذا وانتصرنا بفضل الله تعالى. سيدنا هل من دروس أخرى نتعلمها من هذه الغزوة المباركة؟ غزوة بدر يا شيخنا ملانة بالدروس. ممتلئة بالدروس المستفادة. إحنا تكلمنا عن الدعاء. وأيضا من الدروس المستفادة في هذه الغزوة الفتيان والشباب الأقوياء. وحبهم لسيدنا. وحبهم لسيدنا النبي. الصحابة كانوا بيحبوا سيدنا النبي إزاي؟ أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما. إزاي؟ سئل سيدنا علي بن أبي طالب كما في نزهة المتقين: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قولوا لنا أنتم كنتوا بتحبوا النبي إزاي؟ صلى الله عليه وسلم. فقال: كان والله أحب إلينا من أموالنا. الله. وأولادنا. الله. وآبائنا. وأمهاتنا. ومن الماء البارد على الظمأ. الله أكبر. وسيدنا علي ده مش شعارات، دلل على صدق محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي نم على فراش. روح نام. حاضر. ولن النبي وعده وقال: لن يخلص لك شيء تكرهه. تخيل حضرتك، قريش انتخبت من كل قبيلة شابا قويا وأعطته سيفا بطارا، وكلهم يقفون على باب بيت رسول الله ليجهزوا عليه، وسيدنا علي يروح ينام. إيه اللي دفعه لكده؟ الله أكبر. صدق المحبة. الحب. صدق المحبة حبيبي. ولذلك كلهم كانوا يقولون: فداؤك أبي أفديك بنفسي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. ممكن حد يخش الجنة ما بيحبش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا مستحيل. لازم، لابد من محبته صلى الله عليه وسلم. لازم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله أكبر. لأن محبة الله مبنية على اتباع رسول الله. بس ده سيدنا النبي جاي من أكثر من 1400 سنة، ينفع النهاردة؟ طبعا طبعا. وهل لنا إلا محبته الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل لنا إلا محبته سيدنا؟ الدنيا تضيق على المسلم ولا تتسع إلا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لحضرتك إنهم أحبوا رسول الله أفضل من الأموال والأولاد والآباء والأمهات. الإمام الطبراني بيروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندما أكون في البيت أتذكرك، أشتاق إليك، فما أصبر حتى آتيك وأنظر إليك. الله الله. وإني فكرت في اليوم الآخر وفي موتك وموتي، فعرفت أنك ستكون مكانتك حلو قوي، وأين أنا من هذه المكانة وأنا راجل على قد حالي. فلم يرد عليه رسول الله حتى نزل القرآن يرد عليه. الله. ومن يطع الله والرسول، اللي يسمع كلام ربنا، فأولئك مع الذين يطيع سيدنا الله. النبي يبقى مع النبي. مع النبي. فأولئك مع الذين من النبيين والصديقين. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا سيدنا اللهم اجعلنا منهم. المرأة في غزوة أحد في الطبراني أيضا عن أنس. المرأة جت تسأل عن رسول الله لما شاع في المعركة أنه قتل. فإذا بها طار عقلها وأخذت تجري وتبحث عن رسول الله. ماذا صنع رسول الله؟ بيقولها أولادك. فقال لها: قتل ابنك. تقول: ماذا فعل رسول الله؟ تقول: ماذا فعل رسول الله؟ حبيبي. قتل زوجك، ماذا فعل رسول الله؟ الله أكبر. قتل أبوك، ماذا فعل رسول الله؟ قتل أخوك، ماذا فعل رسول الله؟ إيه الحب ده؟ فقيل لها: إنه بخير. إيه فقالت: أرونيه، لازم اشوفه، لابد ان انا اشوفه، طمن الاول. الله الله. فامسكت بثوبه صلى الله عليه وسلم ثم قالت: يا رسول الله، لا ابالي اذا سلمت من عاطب. الله اكبر. في روايه: كل حادث دونك يا رسول الله جلل. كلمه جلل دي في العربيه لها معنيين يا سيدي، تستخدم في الشيء وضد. في الامر الكبير اقول: هذا امر جلل كبير قوي. ولما هي قالت هنا: كل حادث دونك جلل، يعني تافه. في الامر الحقير ايضا، اي يعني حادث بعدك تاف، اي حاجه انت اهم حاجه انت. ايه الحب ده؟ بلغ من حبهم يا سيدنا انه يسمع كلام رسول الله
دون أن يفكر فيه، مجرد ما يأتي الأمر يطبقه بحذافيره. الإمام ابن حجر في الإصابة يقول ذات مرة سيدنا عبد الله بن رواحة كان ذهب يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. أيوه. فرسول الله على المنبر قال اجلسوا. وسيدنا عبد الله بن رواحة ما زال أمامه مسافة على المسجد لكن بلغه الصوت. فجلس مكانه خارج المسجد في الشمس. في الشمس. في عز الحر. قمة الحب، تسليم مطلق للجناب النبوي الكريم. إيه الحب ده؟ فربنا سبحانه فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما علم بهذا الأمر سعد بتصرفه وقال زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحبونه حبا يعجز اللسان عن وصف حقيقته ومقداره. وإحنا كذلك المفروض إحنا نحب رسول الله. يا أخي كانت أكبر نعمة ربنا أنعم علينا بها الإسلام. نعم. فيقوم ربنا يمتن على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ويقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. نعم. ايه الألفة دي وايه الحب ده؟ نعم. دي دروس عظيمة جدا جدا جدا. نعم. بدت هذه المحبة في غزوة بدر الكبرى وظهرت أكثر من الشباب. سيدنا سواد بن غزية. نعم. بالنسبة لشيخنا ابن غزية سواد رضي الله عنه وارضاه في أرض المعركة عمل موقف عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في يده عصا صغيرة يسوي بها الصحراء، هي اسمها السوط. صلى الله عليه وسلم قال فإذا به وجد سواد خارجا من الصف. هو تقدم، سواد تقدم، تقدم بنفسه. هو تعمد انه يفعل الموقف ده عشان هو له غرض منه. ايوه. رضي الله عنه وارضاه. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم غمزه غمزة رفيقة في بطنه وقال له استوي يا سواد. يعني ارجع ورا يا سواد، طلع قدام ليه؟ فإذا به أمسك بطنه وقال أوجعتني يا رسول الله، يا سلام، وقد بعثك الله بالحق والعدل. يعني لازم أخذ حقي. فالنبي قال له أنت عايز إيه يعني؟ أقدني منك يا رسول الله. زي ما ضربتني هضربك في بطنك. يريد أن يقتص من رسول الله. يا سيدي. فتعجب الحضور كيف يتجرأ أن يطلب هذا المطلب من الجناب النبوي الكريم. وخلي بالك الموقف نفسه مهيب. غريب قوي. موقف مهيب، ملأ وحضور وعلى حرب. وحرب. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم كشف عن بطنه. الله عايز يا سواد خذ العصايه. وقال له اقتص. استقد يا سواد. اقتص يا سواد. خذ اللي أنت عايزه. فانكب على بطن رسول الله يقبلها. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. حبيبي. فتعجب الحضور. فقال صلى الله عليه وسلم متعجبا ما حملك على هذا سواد. عملت كده ليه؟ عملت كده ليه؟ قال يا رسول الله نحن على أهبة الاستعداد لقتال العدو. ولعل هذا يكون آخر لقاء بيني وبينك. الله. فأردت أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله قبل ما أخش عشان أنا ممكن أموت. صلى الله. إيه الحب ده؟ حب جارف. الله أكبر. هذا هو يعني عشق العشق. الله أكبر. كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كل أفضل من أنفسهم. سيدنا سعد بن سيدنا زيد بن الدسنة. سيدنا زيد بن الدسنة أسره المشركون وأرادوا أن يقتلوه خارج الحرب. أبو سفيان بيقول له حب يجرب كده محبته للنبي، فقال له يا زيد أناشدك الله. خلي بالك قصة مقتل زيد دي قصة عجيبة. عجيبة. بيقول له أناشدك الله. أحلفك بالله. بحلفك بالله. أتحب أن يكون محمد مكانك؟ مكانك هنا. تضرب عنقه وأنت في أهلك. وأنت آمن وقاعد برتاح ومبسوط. برتاح ويزع عنك هذا الهم. وتكتب لك الحياة. فإذا به قال والله ما أحب أن محمدا مكانه تصيبه شوكة. إيه الحب ده يا جدع؟ وهنا قال أبو سفيان هذا الكلام. قال والله عجبته ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. يا سلام. صلى الله عليه وسلم. اللي بالك إنه إحنا مش عايزين نخش في قصة مقتل سيدنا زيد لأنه قصة يبكي لها القلب ويزداد الواحد يقين. وتشوف خسة المشركين وهم بيقتلوا هذا الرجل المحب لسيدنا النبي. قال لك ده أنا رقبت الطير وسيدنا ما يتشكش بالشوكة. صلى الله عليه وسلم. شكت شوكة بس. لا نعم نعم. صلى إيه الحب ده وإيه الجمال ده. صلى الله عليه وسلم. سيدنا الشيخ شبانة. صلى الله عليه وسلم. هل أمتعتنا الآن ببعض ما أفاض الله به عليك؟ تفضل يا سيدي. حكيم عليم بالوجوه، حكيم عليم بالوجود، محرك لأفلاكه، معلن سماواته السبع، وصورت من فيه فأحسنت خلقه،
بحكمتك العليا وأبدعته صنعا ومهدت في الأرض وهبا وربوة ونضرتها روضا وفجرتها نبعا وحملت فيها بالثمار غصونها وأطلعت في أرجائها الحب والزرع فسبح حتى الوحش في ظل غابة وظبي الفلا في البيت والذئب في المرعى والذئب في المرعى وجاء لك العاصي مقرا بذنبه ومغترفا من فرط خشيته دمعا وجاء لك العاصي مقرا بذنبه ومغترفا من فرط خشيته دمعا فقلت له طوبى لمن تاب توبة لمن تاب توبة نصوحا هو أهلا بالذي جاء لي يسعى سأعطيك بعد التوبة العفو والرضا وأغنيك حتى تشكر الخير النفع. اللهم أعيننا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزاك الله خير يا شيخ محمد. الله يبارك في حضرتك. بنعم متعك بالصحة والعافية. الله يكرمك يا رب. سيدنا دكتور عاشور. احنا بنقول انه من الدروس العظيمة انه الدعاء وتكلمنا عنه المحبة الصادقة في قلب الكبير والصغير لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عن النماذج الرائعة في ذلك. هل من دروس أخرى في هذه الغزوة؟ هذه الغزوة ممتلئة بالدروس كما قلنا. نعم. فمن هذه الدروس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. هلا بالراحة بقى أخذني بقى واحدة واحدة يعني إن في المعاريض لمندوحة. موقف في الغزوة بيوضح لنا الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الجيش في موضعه جيش المدينة أراد أن يستكشف أخبار خبر العدو وخبر جيش مكة فخرج هو وأبو بكر أيوة ووصل إلى قريب من بدر اللي هي قريب من بدر يعني قريب من البير قريب من بئر بدر فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم سأل وجد هناك شيخا عربيا وأراد أن يسأله عن جيش مكة عن قريش خرجت لم تخرج أين هم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة في التكتم سأله عن جيش محمد وأصحابه عن جيشه هو وعن جيش المشركين حتى لا ينتبه الرجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جيش المدينة فقال الرجل لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما أنتم منين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أخبرنا إذا أخبرتنا أخبرناك قلنا الأول وإحنا نقول لك فقال هذه بتلك قال أجل نعم فقال الرجل وصلتني أخبار أن جيش محمد خرج يوم كذا
فإن صدق من نقل إلي الخبر فهو في المكان الفلاني. فهم الآن في المكان الفلاني، وذكر مكان جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفصيل بالتفصيل. ونقلت إلي الأخبار أن جيش قريش خرج في اليوم الفلاني، فإن صدق الناقل فهم الآن في المكان الفلاني، وذكر مكان جيش قريش الذي هو فيه ساعتها. فإذا به بعد أن أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني الآن ممن أنتما، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال له نحن من ماء، وانصرف عنه. وهو صادق، وهو من ماء، من ماء مهين. نعم، نحن من ماء. فأخذ الأعرابي، وهذا الشيخ يقول أمن ماء العراق أم من أي ماء، ويتساءل. وخرج رسول الله من الموقف دون أن يكذب ودون أن يكشف، لأنه طرح حارب، ده طرح حارب. ما ينفعش تقول له أنا فلان، افرض هو تبع العدو أو جاء أحد من المشركين يسأله عن رسول نفس الله. نفس الوضع. من هنا العلماء قالوا أحيانا يسألك بعض الناس عن أشياء هي من أمورك الخاصة، أنت لا تريد أن تجيب ولا تريد أن تكذب، فتعمل إيه؟ تستخدم التعريض. إن في المعاريض، في المعاريض لمندوحة. طب ينفع إن حد يسألك عن حاجة أنت حملتها؟ نعم، فتعرض بالكلام. ينفع إذا كانت تخصني. لأن لا الله ما تخصكش. كيف؟ يعني مثلا أنت أوقعت أذى علي، فأنا أقول لك ده أنا يعني معاذ الله أن يحدث هذا، يعني سبب بنقول ده عشان نفهم المشاهد. نعم، فمثلا إيه، أنا مثلا أوقعت ضر بالدكتور عاشور. نعم، فالدكتور عاشور جه وقال لي يا احمد انت عملت كذا 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 فيا وانا عامل. نعم، فاقوم معرض بالكلام واقول ده النبي. لا، بيقول ان في المعاريض لمندوحه. هل ده ينفع؟ لا لا طبعا. ليه؟ لان دي منفذ ورخصه تستعمل بقدرها وفيما لا يضر الاخرين. أيوة، وفيما لا يغيب الحقائق. انما واحد بيسالني انت رايح فين، وانا لا عايز اقول انا مش عايز اقول انا رايح فين. نعم، أعرض بالكلام. زي سيدنا أبو بكر في غزوة في الهجرة، كان إذا سأله أحد، وسيدنا أبو بكر كان معروفا، فإذا سأله أحد من هذا الذي معك، يقول هذا هاد يهدين الطريق، من غير ما يقول هذا يهدين السبيل. ورسول الله هادي صلى الله عليه وسلم. الناس يسألوه هو مش عارفين سيدنا أبو بكر. الأمر يستدعي التكتم. فالمعاريض تستخدم عندما يكون في إخبارك ضرر على نفسك أو على من معك. يا دكتور عاشور، في ناس بيستغلوا الحديث ده لمصالحهم الشخصية. لا، ده بالنسبة له كل على قدر نيته. يعني الإسلام لا يبيح أن تضيع الحقائق. أيوة، استخداما للمعاريض. أيوة، ده تضيع للحقائق. الله أكبر. يعني الإمام أحمد بن حنبل ذات يوم دخل عنده رجل يستنجد به، وهناك من يريدون ضربه وإيذاءه، لصوص مثلا، فتركوا الباب على الإمام أحمد بن حنبل وقالوا فلان دخل عندك، فقال إن فلانا ليس هنا، وأشار بأصبعه إلى كف يده. إن فلانا ليس هنا، في فتنة خلق القرآن. نعم، لما القرآن معلوم أنه قديم، كلام الله قديم وليس مخلوقا. بعض العلماء كانوا يمتحنون، كل القرآن مخلوق وهو لا يقدر على أن يقول قديم، لو قالها لحبس أو لقتل. فيستخدم المعاريض فيقول التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربعة، ويشير بيده الأربعة مخلوق، يقصد أصابع الأربعة مخلوق، ولا يقصد أن القرآن مخلوق. هذه الأربعة، هذه الأربعة يشير بيده، هذه الأربعة مخلوق. نعم، هذه الأربعة هذه الأربعة مخلوق، يشير إلى يده ولا يشير إلى القرآن. فهو يستخدم عندما يكون الحق سيضرك، أما إذا كانت المعاريض ستضيع الحقوق فهذا كذب صريح. نعم صحيح، يعني لو أن إنسانا سرق وكذب، كذب صريح، واستخدم معاريض كذب صريح، أخذ حقا من أحد أو طلبت منه الشهادة واستخدم المعاريض كتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقع في الحرام. إنما أحيانا كما حضرتك قلت كده، زي ما النبي قال هنا الحرب خدعة، فقالوا نحن من ماء. بس لم يكذب صلى الله عليه وسلم، ولم يخبره بأمر الجيش، لأن فيه هلاك من معه صلى الله عليه وسلم. سيدنا الدكتور عاشور، كان من المواقف العظيمة جدا موضوع الأسرى. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام حارب وجعل الله النصر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن معه في هذه الغزوة. نعم صلى الله عليه وسلم. طبعا هم المسلمين قتلوا من كفار قريش 70. نعم، وأسروا 70. 70. نعم، وربنا قال لنا في القرآن في غزوة أحد، لأنه قتل من المسلمين في غزوة أحد 70. نعم، فربنا بيقول لهم أولما أصابتكم مصيبة
قد أصبتم مثليها، يعني في غزوة إيه؟ بدر. قتلتم 70 وأسرتم 70. نعم. الأسرى دول كان لهم موقف، إيه حكاية الأسرى دول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت المعركة بنصر مبين وبهزيمة ساحقة للمشركين، حيث قتل منهم 70 كما تفضلتم شيخنا الكريم، وأسر منهم 70. رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى هؤلاء ماذا سيصنع به؟ وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم استشار في الأسرى، كان صلى الله عليه وسلم لا يقطع أمرا وحده، إنما يستعين بمن معه. سأل كل الناس، فقال لهم أشيروا علي. فقال أبو بكر يا رسول الله هم أبناء أعمامنا وقراباتنا، أرى أن نقبل منهم الفداء ونسيبه ونتركه، المال يكون قوة لنا، وهم عسى الله أن يهديهم بعد ذلك. وخلاص. فقال لعمر وماذا ترى يا عمر؟ قال أنا لا أرى ما رأى أبو بكر. قال ماذا ترى؟ قال أرى يا رسول الله سيف. أن تدفع إلى كل رجل منا قريبا له ليقتله، استخدام السيف، وله وجهة أيضا، فتدفع لعلي عقيل بن أبي طالب وتدفع لي قريبا لي، وهكذا. يا سبحان الله. ليه؟ قال حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، إن إحنا يعني نحب الله ونقاتل أعداء الله ولا نرحمهم من أجل رضا الله. رسول الله بطبيعته وبرحمته مال إلى رأي أبي بكر. نعم. وقال أنا أرى ما رأى أبو بكر، ونزل على رأيه. وده وقبل منهم الفداء اللي معاه يدفع من 4000 درهم إلى 1000 درهم، ومن لم يكن معه الفداء وكان أهل مكة يجودون القراءة والكتابة يدفع إليه 10 من أولاد المسلمين الأنصار فيعلمهم القراءة والكتابة مقابل أن يطلق سراح. وفي اليوم التالي دخل أبو سيدنا عمر على رسول الله فوجد رسول الله يبكي هو سيدنا أبو بكر، فقال يا رسول الله ما يبكيكما؟ أخبراني، فإن كان ما يبكيكما يستوجب البكاء بكيت معكما، وإن لم يكن تباكيت لبكائكما. الله، قمة الحب. الله الله الله. فقال رسول الله لو نجا منا أحد لكنت يا عمر. الله. لأن الله عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. وأنا عاوز ألفت لفتة يا سيدنا في الحتة دي. سيدنا الشيخ شرعي يقول كلام جميل جدا، يقول لك كل الآيات الواردة في القرآن التي ظاهرها عتاب للجناب النبوي الكريم لا يراد بها رسول الله. الله. ليه؟ لأن الله قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، سبحانه وتعالى اختاره بعناية. نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليخطئ أبدا صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا ما في القرآن من نظارة للنبي صاحب البشارة. نعم. فهي من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. الله أكبر. فكل لبيبا وافهم الإشارة. الله. الذي عوتب لأن الله قال تريدون عرض الدنيا والله يريد هل رسول تريد تريدون الخطاب وهل رسول الله يريد عرض الدنيا؟ لا والله. الله أكبر. إنما أراد الله أن يعلم الصحبة الكرام. ربنا خيره في جبل أحد أن يتحول إلى ذهب. نعم. فأبى. نعم. وخير أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أختار العبودية. نعم. سبحان الذي أسرى بعبده. الكلام معك حلو قوي. الله يكرمك يا سيدي. شيخ شبانة معي دقيقة ونص، عايز تسمعني حاجة في الدقيقة ونص؟ يعني نقول ابتهال بمناسبة الدعاء، يعني باعتبار أن هو درس مستفاد من دروس بدر. طيب عشان حضرتك هنختم بيك خالص، فأنا بحييك يا دكتور عاشور محمد أبو العلا والشيخ محمد شبانة، أنا بشكرك. الله يبارك. الختام هيبقى معاك، معنا دقيقة واحدة، تفضل. طال في ساحة الرجاء دعائي، طال في ساحة الرجاء دعائي، أطلب العفو، أطلب العفو يا إله السماء، فاعف عني، فاعف عني، وأنت للعفو أهل و
وأقل عثرتي وخفف بلائي، أنت حسبي وأنت جاهي، أنت حسبي وأنت جاهي، ولك الأمر يا إلهي، أنت حسبي وأنت جاهي، ولك الأمر يا إلهي، لم يخف فيك يا كريم الرجاء حين أدعوك يا مجيب الدعاء.